حليت عينيا ولقيت راسي في بلاصه جنب الشيفور في طوموبيل لوكس. الشيفور كانت مرا واللي كانت هي مولاتها، وهي سيده 40 من عليا السده، زعما سيده اعمال. كنا في البور ديال الاردن، في الاردن سمعوا سكوت، وكان طالع عليها النقشه مع ناس التيوانه وبزاف دوزات البروميان كسيرات والطوموبيلات قدامها سكيفات، وانا راكب ما فاهم والو. اش تندير بعد انا وشكون هي بالنسبه ليا وشكون انا بالنسبه ليها؟ سؤال محيرني انا كتير. ولكن في الطريق نساتني في هاد الروينه الطبيعه في بلاد جديده عليا، وحتى السيده شاد معها ستون متوالمين وهي متيقنه باللي انا عندها مهم في حياتها، مهم علينا. فوسط حديثنا شكيت باللي كاينه شي حاجه جامعنا وفشكال، وانا تنفكر في هاد الحاله تيراتني سكه الماشينه على جنب الطريق، وواحد المنظر زوين على البحر، وانا نقول لها منظر زوين وسط البحر ديال دوك الجبال والخضوره ديالو واش. وقبل ما نكمل هضرتي قطعات كلامي بالسمل والعسل، وقالت هي تبتسم ماشي لبناناتك ما تنساش باللي احنا في الاردن. قلت لها وياه تمانيت فيلم شبابي، وفي الحقيقة وراه كاين الشباب مع دوك الجبال اللي كاينين في بيروت، ماشي مشكلتي انا، راه مشكل الطبيعة اللي فيها التشابه، زعما راه انا واعي. وصلنا لاكور واحد البلاصة كلاس، وهنا فين غادي يبدا الفيلم. فاش نزلنا من الطوموبيل واللي عاد شفت فاش كنت راكب واللي كان شي حاجه فوق الرونج غير كب وسكوت. مهم قبل ما ندخلوا لواحد المحل اللي جا في الشوكه في ملتقى الطرق قدام واحد الخصام بوكس وحداه محلات تجاريه كثيره غير مشتتين، ولاكوط عامر اللي غاجي واللي جاي، والحال كان عشيه والجو مغيم. ضربت على واحد الهافانا في الدخله ديال المحل عجبتني، خديتها تشيكيت عليها حيد وفرج ليا خرجتها فرحان بهذا خط المحل اللي السيده سبقتني ليه، ولقيتها نيت لواحد الهافانا كتقيس صوره مول المحل على الثمن، قال ليها 19000 فلوسهم اللي هي 300 اورو. انا سمعت الثمن تقلبات لي المعدة، ونزلت عيني رجلية نشوف هاد المصيبة اللي لبست واللي خليت فيها قطع صباعي بعرق رجلي. من بعد هاد الصدمة ديال الثمن وجه الفقر صدمت من الثمن، واصلا ما شفت ما رويت وما عرفت انا بعدا فين وشكون وكل لي اللي تتقدم من هنا. شفت في السيدة لقيتها مرتاحة وفرحة تقول لي اجمع داكشي داكشي اللي تقدمت. انا بعدا قلت ديك الصندارة وحطيتها، وشافها صاحب المحل وقال لي راك نسيتي صندارتك بلي جدوم. قلت ليه لا 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 راه ديالك غير جاتني صغيرة شوية في لاكيس. سولتني فين داكشي اللي اختاريتي، قلت لها لا 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 ما بان لياش هنا. وحنا خارجين عرفت بلي انا وياها جامعنا علاقة عشق، حيت في الخرجة ومع داكشي اللي بان ليا في الطريق انا وياها تأكدت منه من الطريقة باش شدت ليا في التية، حيت انا قبل من هاتي ما قدرت ندير حتى شي حركة غير محسوبة، ولكن الشدة والتعنيقة وحنا كنتمشاو بان ليا الامر بوضوح. وخاكا تعملت بحذر، وكما سبق وقلت راه في الاول راني بحال شي واحد ممسوح عليه الميموار، راني فقت في طوموبيل ولقيت السيدة ذات جمال ومال جالسة بجنبي واثناء المشي. وحنا غاديين قالت لي بلاتي نشوفوا شي حاجه نعطيها كادو لصاحبتي دارت معايا نشوفها هنا. شفت واحد المحل ديال الشوكولات دخلنا عليه متاع نقين تقدات قرعه ديال فيروشي، والثمن عقلت عليه حتى هو واللي كان 9 اورو. وفي خروجنا من المحل بدات الشتا كتنقط، ومن بعد عربطات علينا وهي تجهد، مشينا وكيما الناس تخبينا منها وحنا عاطين ظهرنا على الحيط عازين عينينا للسما والشتا خيط من السما. وفي اللحظه شفت فيها وشفت فيا وعلى صوت المطر الاحساس المخفي لم ينتظر، وبادرت قبل ان تبادر في تقبيل ثغرها المبرزم. وهنا ما بقى الشك مكان عندي باللي انا وياها كوبل. ومن بعد هذه اللحظه قطعها واحد الصوت منتوي واللي كان صوت صاحبتها من الشهر الاخرى كتعيط لها، قالت لي من بعد عافاك هاني جايه نجيبها، حنت ما كانتش بوحدها. قلت لها سيري هاني يعني، وهي غادية عندها وغير بعيدات حتى وقفوا عليا جوج حتارف بلوكو 60، واحد بدا بسلام والاخر بخنزر عاجبين وكتافو، وانا قدامهم ما عاجبينيش. قلت لهم كيفاش نساعدكم واخا تيبان ليا ما كاين فاش نفيدكم الخوت حيت خوكم براني. قال لي ما نحتاجوش افلان المساعدة ديالكم. قال لي سميتي
غير سكوت يا الله معنا. انا مع راسي اشاد الحبس. قلت لهم فين السلام وشكون نتوما بعدا؟ ما خنزر حتى نتي على كتفي. قال لي يا الله اسكت. وقبل ما يسكت تخشيت فيه براس فوجو ومستا دخلت فيه وتمرمت معاه في المراجي وفي وسط المجمع البشري تلت منهم. وقبل ما يحكموني كعض وسط الشانت ما فاهم والو علاش هاد الحبس. وحتى دوروني شي طوموبيلات وسط الطريق داكشي ديال الافلام خارجين منها الاحتراف كل حدلو في مستفخور. وباش كملت القضية هي بالفرادة ديالهم وانا ما فاهم والو وسط هاد الروينة. حتى بدات تنسيان القصة عندي عاد تلونات من جديد. انا بين هاد الاحتراف بفراديهم بكستيماتهم والحديد ديالهم والشتا اللي ما بغاش تصحى ما بقيتش بغيت نفكر في هاد الشيء اللي واقع ليا. ومن بعيد تنشوف ديك السيده اللي استقات صاحبتي ولا مرتي ولا ما نعرف لماماها جايه كتشري معها صاحبتها وانا كنقلب على التليفون تحت الفراش باش نسكت الارام. اللي فرعت لي راسي حيت خمرت في الناس بزاف.